السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم. بداية سنتحدث اليوم عن زكاة الفطر. سنتحدث في هذا الفيديو عن حكم زكاة الفطر والحكمة منها، ثم على من تجب، لمن تعطى، مقدارها، أصناف زكاة الفطر، ووقت إخراجها. لا تنسونا بالدعاء الصالح والاشتراك في القناة. تابعوا منا الفيديو إلى النهاية. حكم زكاة الفطر هي فرض على كل مسلم ومسلمة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. رواه الجماعة ومتفق عليه. الحكمة من زكاة الفطر. زكاة الفطر لها حكمتان. الحكمة الأولى وهي تطهير الصائم من اللغو والرفث الذي وقع منه الصائم في شهر رمضان، والحكمة الثانية إطعام المساكين ومواساتهم في يوم العيد. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. على من تجب زكاة الفطر؟ وهي تجب بضابطين: الأول، كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد. والثاني، ملك ما يزيد عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. لمن تعطى زكاة الفطر؟ الصحيح أن زكاة الفطر لا تعطى إلا للمساكين والفقراء، وهم من لا يملكون كفايتهم يوم العيد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: طعمة للمساكين. وقد رواه أبو داود. أما بقية الأصناف الستة فلا يعطون من صدقة الفطر إلا إذا كانوا مساكين وفقراء. مقدار وأصناف زكاة الفطر: هي صاع من غالب قوت أهل البلد عن كل مسلم، مثل القمح والأرز وغير ذلك، والصاع من المكاييل يساوي تقريبا 2 كيلوغرام، ويجوز الزيادة عن هذا القدر، وحددت بعض الدول الأرز في 2.5 كيلوغرام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاع من تمر أو شعير، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبير. حديث متفق عليه. وقت إخراج زكاة الفطر: الراجح أن المستحب إخراجها يوم العيد قبل صلاة العيد مباشرة، وله أن يعطيها للسعي عليها قبل ذلك بيوم أو يومين، ولا يشرع تأخيرها بعد الصلاة، ولا تجزأ، وأدلة ذلك ما يأتي. أما إخراجها يوم العيد فلحديث ابن عمر رضي الله عنهما: وأمر بها أن تخرج قبل الصلاة، ولأنها من شعائر يوم العيد، والمقصود بها تطهير الصائم بعد شهره، وإسعاد الفقراء في عيدهم. متفق عليه.